مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم سلق البيض بطريقة مختلفة جدا وكتير حلوة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، بحط البيض بالطنجرة، كمان بحط فوق المي مغلي، هلأ بحطن على الغاز، بتركن حوالي ربع ساعة يغلب المي ليستوي البيض عنا. بكفي تقشير الباقيين، بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما قشرت البيضات وغسلتهم، هلا بدنا نكفي الطريقه مع بعض. عندي هول العيدان، وكمان عنا هيدا النايلو الكليم فيلم. هلا بدنا نعمل الطريقه مع بعض. بزركن منيح على بعض وبلفهم بالنايلو. قد ما فيني بزركن على بعض. رجعت زدت بيضتين كمان على البيضات، افضل اذا وحده ما انسلقت منيح او اي شيء طلع منها البياض لبرا بيكون عندي بديل. بربط الكيس منيح. بس زرقتهم بهذا الشكل. هلا بدنا نحط العيدان، بضغط على العيدان قد ما فيني. كمان بدي استعمل مغط هون نفس الشيء. هلا مغيت بعد ما عملت العيدان أربعة، حطيت أربع عيدان، مغيطات قد ما فينا نزركن. كمان نفس الشي. هيدا المغيطة نزرك منيح. رح احط واحدة ونص عشان تكبسون منيح. بهيدا الشكل. هلا اللي بالنص نعملها منيح، منطويها، منرجع دغري منحطها، بدنا نشد شوي عليها، عرفتوا كيف؟ بسم الله. اوبس، حاول قد ما فينا البيضات ما ينتزعوا. هيدا هيدا الشكل. هلا بحطها على جنب. تمام، منشيل نايلو نفس الشيء. هيدي طريقة تانية.
بلفها منيح بشدها. نفس الشيء بنربط الكيس على الجهتين عشان ينكبس البيضات مع بعض. هيدي رح اعملها شكل تاني، بس رح احط مغيط هيدا 2 عيدان. رجعت استعملت بس 4، ما استعملت هول الباقيين. فينا كمان اذا حبينا نعمل اشكال بهولي ما في اي مشكلة. هلأ بحطهم بالبراد لا يبردوا منيح. هلأ بدنا نشوف البيضات بعد ما حطيتهم نص ساعة بالبراد لنشوف كيف اخذوا الحجم الشكل اللي عملته انا وياكم. طلعوا بهذا الشكل، واو شكل كتير حلو. لنشوف هولي كماني. هيدي الطريقة كتير حلوة للأطفال، تعجبهم انه شي جديد. عرفتوا كيف؟ لنشوف هولي كماني. هولي مثل حبة القهوة عملكم. واو كمان كتير كتير حلوين. شفتوا شو حلوين؟ كتير طالعين روعة، أشكال غريبة ورائعة. واو شو حلوين، كتير كتير روعة عشكل وردي. اذا ملاحظين شكل وردي طلعوا كتير رائعين. اكيد بعتقد بيعجبوا كتير الاولاد. كمان لشوف هيدولي اللي طلع عنا هيدا الشكل. انا شو عملت؟ جهزت الخضرة غسلتها لاعمل سلطة بيض انا وياكم. كمان بحط رشي فلفل اسود، عملها سلطة كتير خفيفة. كمان رشة ملح، حوالي 2 ملاعق طعام عصير حامض. عملت الشقف الخيار والبندورة والخس كبيرة، بتعطي كتير شكل رائع. هلأ بحطهم بصحن. حطيت شوية خضرة. هلأ بنحط البيض على الوجه بهيدا الشكل، وهيدي كتير بعتقد نافعة للسحور برمضان. هيدي طريقة البيض المسلوق اللي عملتها أنا وياكم بهيدا الشكل. طريقة كتير سهلة
وبتعطي شكل لروعة. شايفين شو حلو شكلهم؟ كتير رائعين. بتمنى ان شاء الله الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.